عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا متابعين قناة الخط الساخن، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. نفرض أن أنا الآن ما لقيت أحد يصور معي في الشارع، عندي هنا مساحة كبيرة هعلمكم. أغلب الناس يقول لك الكلب هو ماشي، يعني الكلب هو ماشي يسبقه، هو ماشي يعني يصير الكلب، تعال جاك، يصير الكلب هو اللي يسحب مين؟ يسحبه، لأنه في الشارع الكلب هو في الشارع تلاقيه يبغى يمشي، إيه يبغى يسبقك. فأنا إيش أسوي له؟ الليش والطوق، الطوق أبو خناقة، لازم الطوق أبو خناقة، لازم الطوق أبو خناقة. واجي ماشي لازم يكون الكلب على شمالي، لازم يكون الكلب على شمالي، وأمشي بحيث إنه الكلب، بحيث إنه الكلب ما يعديني، بحيث إنه هو ما يعديني. لازم أنا، لازم أنا اللي أمشي، يعني لازم هو راسه عند رجلي هنا عند كتفي، لازم كل شوية تلاحظ فيه إنه هو يطول في رجلك، إيه متابع معك. طبعا أنت أول ما تنزله 5 دقائق 10 دقائق سيبه شوية يشم هنا ويشم هنا، وبعد كده ابتدي أدربه. لكن هو لو شدني قدام بدون خناقة أنا ما رح أقدر أمسكه. لما إذا أنا عودته على الخناقة اعملوا الطريقة الثانية اللي هي بالحبل اللي هو 12 متر ده، هتلاقي العملية سهلة، بالذات كلاب الهاسكي أكثر نوع مهيبرة في الشارع ويمشي معك بسرعة. يلا جنبي، لازم وانت تكلمه تقول له جنبي جنبي جنبي، وطول ما هو ماشي لازم يكون مركز معك. شوف هو دحين مو مركز معايا صح، شديته شدة اهو، لازم يكون هو معك، هو مو مركز معايا، لازم يمشي معي جنبي اهو، لاحظوا جنبي، ها جنبي اهو، هيل جنبي، لازم يكون مركز معايا. اول ما يلف وجهه اي جهة لابد انك انت تنبهه انك انت قاعد تعمل حاجة غلط، لازم تمشي زي ما انا ابغى، ايه زي ما انا امشي. يلا جنبي جنبي جنبي، ولما ينفذ معاك الامر، اول ما ينفذ معاك الامر اروح ايه جنبي، اول ما ينفذ معاك الامر قل له جود 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 جود، ينفذ معاك الامر ادي له مكافاته. في البداية حتسوي الطريقة هذه، ان شاء الله ان شاء الله الاقي فرصة اسوي لكم حلقة في الشارع، حتلاقوا نفس الطريقة، يبدأ يشدني وكده بالخناقة مرة مرتين، تلاقي الموضوع ايه صار سهل معاك. يلا جنبي جنبي، يلا لازم يكون هو مركز معايا، لازم يكون هو مركز معايا، لازم يكون مركز معايا. كده غلط، شوف هو راح فين، كده غلط، لا انا اجيبه كده باليسار، لازم يمشي جنبي جنبي. يلا جاك جنبي، جود جود جنبي، ها جود، لاحظوا ها جنبي، ها يلا جنبي، ها جنبي جود جنبي، هم يلا ها جود جاك جود، لاحظوا ادي له مكافاته جود جاك. حفزه، ابدا حفزه، ابدا حفزه يشتغل معك. طيب انت نفرض انه واحد بنيته الجسميه ضعيفه، هي الكاميرا تسجل تمام، بنيته الجسميه ضعيفه والكلب قاعد يشده زي ذا كلب ما شاء الله تبارك الله متعافي، فممكن ايه ممكن يشده. طيب ايش نسوي بالطريقه هذه؟ احنا ايش نسوي؟ تعال يلا جنبي، لاحظوا ادانيه مرفوعه كيف مركز، اروح اعمل الطريقه هذه. هو دحين شوفوا الليش، تعال تعال جنبي 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 جنبي، هنا هنا لاحظوا، ست ست ست، انا ماني قادر اشده كده، او ماني قادر ارجعه كده، ماني قادر ارجعه كده متعافي يمشي بسرعه. اجيب الليش احطه من ورايا اهو اهو، احطه من ورايا هنا اهو على وسطي، وماسك من هنا. لو ايه يصير هو لو شدك حيشدك كامل مع بعض، يصير انا كده جودته مظبوط. امشي تعال جنبي، يلا اهو اهو جنبي جنبي، ها جنبي كده، تضمن انه ايه انه ما راح يقدر يسحبك اذا انت جسم بنيه الجسم ضعيفه عندك. طبعا هذه الطريقه انا على فكره انا كنت استخدمها مع هيرو لما كان صغير بنفس الطريقه، تعبني. يلا يلا
جنبي. يلا سيت سيت داون داون دا دا ها داون دا داون. ايوه ايوه انفصل. طب هاند هاند جود جود جود. يا عسل انت والله انك عسل. هات الهاند الثاني. يلا هاند يلا هاند. يا سلام عليك يا سلام. لاحظوا الهاسكي دي من اصعب الانواع اللي ممكن تدربها. يلا خد خد والله انك تستاهل. ما نعرف في صوت ولا لا. تعال تيست تيست تيست. وكده وصلنا نهاية حلقة اليوم. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس ومع السلامة.